بكم من جديد مشاهدينا إلى آخر ملفاتنا لليوم. لم يكن يتوقع اللاجئ السوري أنس معضماني أن صورة له مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد تورطه في تفجيرات بروكسل وتكون سبباً بتوجيه الاتهام له على أنه أحد انتحاري بروكسل. وقد نشرت صفحة مزيفة تدعى أنانيموس على الفيسبوك صورة سيلفي التقطها المعضماني مع ميركل وأخرى لنجم العشراوي التي تداولتها وسائل الإعلام، وقد التقطتها وكالة سبوتنيك الروسية وتابعت نشرها عبر موقعها. بالإضافة إلى ذلك غرد صحفي روسي مقرب من الكرملين قائلا: هل التقطت ميركل سيلفي مع إرهابي بروكسل؟ نتابع. في هذا المنزل الجميل تستضيف عائلة ميف اللاجئ السوري أنس المعضماني صاحب صورة السيلفي الشهيرة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. أنس تعرف على العائلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومنذ 3 أشهر يعيش مع أنكا وزوجها وابنتيهما الصغيرة كابنهم البكر. بعد تفجيرات بروكسل انتشرت صورة أنس مع المستشارة ميركل مرفقة بصورة أحد مرتكبي تفجيراتها الأخيرة، وسرعان ما تناقلته وسائل الإعلام الألمانية والغربية على أنه الفاعل. إلا أن عائلة ميف تدخلت وتواصلت مع صديق لها يعمل لدى صحيفة بيلد الألمانية الشهيرة ليقوم الأخير بإيضاح الفرق بين الصورتين عبر مقال مطول منتقدا فيه ما تناولته وسائل الإعلام ومبرئا أنس من هذه الاتهامات. كنت أقول لنفسي أتمنى أن يكون منزلي ما زال موجودا ولم يكشف أحدا أين نسكن وأن يكون كل شيء على ما يرام، ولكن خلال يوم واحد فقط انتهت كل مخاوفنا وانتهى كل شيء. لكن الأمر صدمني حقيقة رغم أنني لم أشك ثانية واحدة بعدم صحة ما جرى، وكنت أعلم بأنه حديث بلا معنى، لكن الخوف الذي لم يعرفه غيري من الناس لقد كان خوفاً أكبر بكثير من خوفهم. هذا الاتهام الذي طال أنس لاقى انتقاداً لاذعاً من قبل صحفيين ومهتمين ومنظمات مختصة بأوضاع اللاجئين في ألمانيا، حيث اعتبرها كثيرون نقطة سوداء في الصحافة الألمانية والغربية روجها اليمين المتطرف. تفاجأت كثيرا لأن من المفترض أن هذه الصحافة الألمانية تدقق في هذه الصور أكثر فأكثر، لكن هذه الروبرتاجات وهذه التقارير جاءت نتيجة ضغط التيار المتطرف داخل المجتمع الألماني على الحكومة الألمانية لسياستها المفتوحة تجاه اللاجئين، وتم استغلال صورة لأنس المعضماني لتبرير موقفهم المضاد للاجئين بأن هؤلاء اللاجئين سيكونون يوما ما لعنة على أوروبا وعلى ألمانيا وسيكونون عبارة عن إرهابيين داخل المجتمع الألماني. بالرغم من ما حدث بقيت عائلة ميف محتضنة لأنس كأحد أفرادها، يتعلم الألمانية منها ويواصل المشي في طريق الاندماج ويبادلهم ثقافة بلده سوريا. ما يزال اليمين المتطرف في ألمانيا يستغل أي فرصة للانقضاض على السياسة المنفتحة للحكومة الألمانية تجاه اللاجئين، حتى وإن كانت صورة سيلفي مع المستشارة ميركل. ماكسيم العيسى، أورينت نيوز، برلين. من برلين عبر الهاتف ينضم إلينا اللاجئ السوري أنس معضماني. أنس أهلا بك معنا في آخر الأسبوع. يعني صورة السيلفي هذه التي انتشرت لك مع المستشارة الألمانية جعلتك متهم بتفجيرات بروكسل. بداية كيف يعني وصلك الموضوع وكيف عرفت أن صورتك بالفعل انتشرت على أنك أحد المتهمين بهذه التفجيرات؟ أهلا وسهلا من برلين. أهلا بك. للأسف الشديد سمعت الخبر من أعز الأصدقاء إلي، كان عم يقول لي من خلال الهاتف مكالمة هاتفي إنه أنا خير، شو أخبارك، طمني عنك، أنت بخير؟ قلت له أنا ما كان عندي أي فكرة على الموضوع، قال لي شفت صور كثير لك على الفيسبوك إنه عم تحكي إنك أنت اللي انفجر ببروكسل وإشاعات كثير كبيرة. أنا انصدمت بصراحة، حتى قلت لي اللي ساكن عنده عم تقول لي ألاتها والشيء هذا بإذن الله يعني إن شاء الله ما حيضرك. فتحت على الفيس فعلا يعني لقيت انا صفحتي تقريبا عليها كثير عدد من المتابعين، انه كل العالم عم تعمل لي تاج، ويعني كانت صدمه بالنسبه لي بصراحه انه ما كنت متوقع وصل لهالمرحله، يعني الاشاعه هي تطلع علي.
والحرب بين اليمين المتطرف ومن الأشخاص المعادين لتواجد اللاجئين تحديدا بألمانيا، يمكن هن اللي استغلوا هذا الموضوع وروجوا له، بعدين وصل لإعلام آخر وهو الإعلام الروسي وأيضا روج لهذا الموضوع. ولكن أنس، أكيد الموضوع سبب لك يعني مش بس وجعة رأس بل تهديد حقيقي، هل وصلتك رسائل بالفعل عم بتهددك ومن مين تحديدا؟ للأسف الشديد كتير من الموجودين بألمانيا في بقلبهم حقد للاجئين. العالم أنا استغربت أنه في عقول صدقت هذا الشيء. للأسف يعني وصلتني رسائل على حساب الفيسبوك وعلى حتى على رقمي، روح ارجع على بلدك أحسن لك، وأنت ليش هربت يعني، ومنهم من عرب حتى أنه رسائل شتم. وبصراحة كان موقف يعني كتير بشع يعني يلي صار. وأنت ما لك علاقة من بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد؟ هل أنا من الصورة بسبب صورة أنا تقطع بسبب الصورة أنا تقطع لزعتي كانت ذكرى ومو أكثر، بس للأسف من خلال الصورة طلعت إشاعة يعني كثير بشعة علي. في إجراءات قانونية عم بتحاول أنك تتخذها ضد من روج لهذا الموضوع، من خاصة تحديدا من صحف يعني؟ للأسف الشديد أنا من 7 أشهر ببرلين ولهلأ ما انقبل طلب اللجوء تبعي، ما بعرف السبب، مع أني ما علي ولا أي مشكلة لا باطن بأي دولة ولا أي شيء. ما رحت، ما حبيت أنه كبر القصة مثلا، أو إذا بدي أروح على البوليس بدي أقول لهم على القصة رح أفتح على بابي مشكلة. أنا مو بحاجة هلأ، أنه أنا بانتظار الإقامة هلأ بصراحة من شان كمل حياتي. طيب سؤال أخير أنس بختم فيه معك، صورة السيلفي اللي اتخذتها مع ميركل، أنا قرأت يعني تصريحات لك بأنها تمثل لك ذكرى جميلة، هل ما زالت تمثل بالفعل ذكرى جميلة لك بعد اللي صار معك بسببها؟ رغم كل اللي صار ورغم الإشاعات لحتظل بالنسبة لي أحلى ذكرى، وفعلا هي الصورة حتى يعني أنه حطها على صورة على البروفايل فيسبوك عندي، وبإذن الله يعني إن شاء الله إن الحمد لله من خلال الصورة صار عندي كثير أصدقاء، وبالنسبة لي ذكرى حلوة مو ذكرى بشعة. أنا بدي أتشكرك أنس، شكرا لك أنك شاركت معنا قصتك، كنا حابين تكون معنا صوت وصورة بس للأسف ما قدرنا نوصل هيدا الشيء. بدي أتمنى لك كل التوفيق وأيضا بموضوع حصولك على يعني اللجوء في ألمانيا. مشاهدينا مع قصة أنس المعضماني طبعا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، لقاؤنا وكالعادة يتجدد في آخر الأسبوع، شكرا لكم وإلى اللقاء.